بيحكوا لك مين بده يعيد إعمار غزة بعد خرابها؟ كيف يمكن أن تعود للحياة بعد كل هذا الدمار؟ والله عز وجل يقول: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. سبحان الله، لما الله عز وجل بعث العزير من الموت مرة أخرى أو من ال100 عام الذي غيبه فيها عن هذه الدنيا، كان الله عز وجل طبعا سيدنا عزير لما سأل هذا السؤال أن يحيي هذه الله بعد موتها سأله على سبيل التعجب، يعني كان قلبه مطمئن بالإيمان، كان عبد صالح حفظ التوراة وكان يعلم بأن الله عز وجل قادر على ذلك، لكنه سأل سؤال تعجبي قد يسأله أي أحد فينا الآن يرى ما يراه في غزة. سأل، فالله عز وجل أماته 100 عام ثم بعثه. الله عز وجل كان بإمكانه عندما يحيي العزير مرة أخرى أن يكون قد أحيى القرية بأكملها وأعاد بنائها حتى يريه السؤال الذي سأل عنه، لكن الله عز وجل أراد أن يري الآية في نفسه وفي أقرب الأشياء له: أجلكم الله في حماره وفي طعامه. فلما الله عز وجل أحيا قال: انظر إلى طعامك وشرابك مثل ما هو لم يتسنى، والآن انظر إلى حمارك. راقب بالضبط كيف الله عز وجل يجمع العظام، ينشزها، أي يجعلها تتحرك وتتجمع وتعود لصورتها الأولى، ويكسوها اللحم ويعود حمارك لينهق مرة أخرى. أراه المعجزة الكبرى. لماذا أراه ذلك؟ حتى يملأ قلبه باليقين، لأنه لما مات هذه 100 عام بني إسرائيل حرفوا التوراة وضيعوها وابتعدوا عن الدين. فأنت الآن يا عزير يجب أن تكون مؤمن هذا الإيمان أن الله عز وجل بالتوراة التي حفظها في صدرك قادر على إحياء تلك الأمة مرة أخرى وتجديد التوراة مرة أخرى. وعاد إلى بني إسرائيل وقرأ عليهم التوراة الصحيحة، ولشدة تعجبهم من ذلك قالوا: أنت ابن الله. وقالت اليهود: عزير ابن الله. الشاهد من الأمر عندما جاء أمية بن خلف لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل عظم وفتته أمامه وقال له: تزعم بأن إلهك قادر على بعث هذه مجددا؟ فرد الله عز وجل عليه وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأ غزة أول مرة وجعل رجالها هؤلاء الرجال ونساءها تلك النسوة قادر على إحيائها مرة أخرى، قادر على أن يصدح الأذان في أرجائها مرة أخرى، قادر على أن يعمر مساجدها ويعمر دورها، قادر على أن يبث فيها الروح مرة أخرى. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. والله ما في لبنة توضع فوق لبنة إلا بإذن الله عز وجل، ما في أرض تنشق عن النبات إلا بأمر الله عز وجل، ما في ورقة تسقط أو ورقة تنضج على غصن إلا بإذن الله، وبإذن الله كله بإذن الله سوف يعيد الله عز وجل إنشاء مرة أخرى. سوف تعود البيوت مملوءة بأهل الإيمان وأهل التقوى، وسوف يعود القرآن يتلى بين تلك الجدران بإذن الله عز وجل. غزة التي أصبحت سبحان الله رمز الصمود والعزة لكل الأديان ولكل الأجناس ولكل البشر، ميزت سبحان الله، ميزت الخبيث من الطيب، ميزت الصادق من الكاذب، ميزت المنافق من المؤمن. غزة سبحان الله، وما أدراك ما غزة، التي جعلها الله عز وجل شوكة في حلق اليهود الملاعين، ولكن الله عز وجل يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. غزة ماكثة في الأرض، شوك في حلوقهم، وإن شاء الله سوف تعود كما كانت وأفضل مما كانت، وستكون بوابة بإذن الله عز وجل للنصر. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بيحكوا لك مين بده يعيد إعمار غزة بعد خرابها؟ كيف؟